لكن اللي انضموا لنا عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية، أطيب التحيات لكم. منرحب فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدين عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقة جديدة من برنامج رأيك بهمنا. تحيات زملاء هذه الفترة، زميلي علي هزيمي من الإخراج الإذاعي وزميلي وائل بشير من الإخراج التلفزيوني، وتحياتي دائما لكم. هادم كنا أعدادا وتقديما. على أبواب شهر الخير هو عنوان حلقتنا لليوم مستمعينا ومشاهدينا. على أبواب شهر رمضان تتضاعف التحديات الاقتصادية في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وتتراكم الهواجس والمخاوف اللي تصادر فرحة استقبال الشهر الكريم. برنامج رأيك بهمنا يرصد الاستعدادات لاستقبال شهر الصوم وسط معاناة معيشية واقتصادية تزداد تفاقما. على أبواب شهر الخير، كيف عم تكون الاستعدادات مستمعينا ومشاهدينا لشهر رمضان المبارك؟ إن شاء الله بنعد عليكم وعلى جميع المسلمين في كل أنحاء العالم بالخير واليمن والبركات. يحل شهر رمضان المبارك مستمعينا غدا متماشيا مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تلازم حياتنا كلبنانيين في أكثر من بلد عربي وإسلامي أيضا مثل سوريا والعراق. وطبعا هذه الأزمات الاقتصادية تحرم الناس من بهجة استقبال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أن الأزمات يعني تكون ملازمة لهذا الشهر الفضيل معنويا وماديا. للحديث والمشاركة أكثر بينضم لنا بداية فضيلة الشيخ أدهم الخطيب مدير مكتب السيد فضل الله في سوريا. فضيلة الشيخ، يسعد أوقاتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. أرحب بك عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقتنا لليوم تحت عنوان على أبواب شهر الخير. بداية بشكل عام فضيلة الشيخ، كيف ترى الأوضاع المعيشية والاقتصادية كمواطن متواجد في سوريا تبعا للمهام القيم الذي تقوم به على أبواب شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أشكر لكم هذه الفرصة لنوصل صوتنا للمؤمنين والمحبين والفرحين باستقبال شهر رمضان، وأبارك أيضا للمسلمين جميعا هذا الشهر الكريم. أن وفقنا الله لأن نعيش لنغتنم فرصة هذا الشهر على المستوى المعنوي والروحي والمادي والاجتماعي. طبيعي في مثل هذه الأيام يعني تفيض نفوس الناس في التطلعات الروحية لأجواء شهر رمضان وما فيه من مائدة الله سبحانه وتعالى كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا ما تفيض به نفوس الخيرين من الناس على بعضهم البعض. فمن أكثر تجليات الرحمة في نفوس المؤمنين
ما يبدر في شهر رمضان، حيث نجد أن كل الناس غنيهم متوسطهم فقيرهم يسعى للتقرب إلى الله بالعطاء حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان الإنسان معدما نجد أنه يسعى أن يقدم شيئا في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبيعي عندما تكون الأمور طبيعية أن هذا يكون أمر سهل على الناس، ولكن عندما تكون بعض الظروف العامة ضاغطة كوقت كورونا مثلا كان عالمي، أو بلد معين تعاني حرب أو تعاني أزمة أو تعاني انهيار اقتصادي بسبب من الأسباب كما في لبنان الآن، كما سوريا التي تعاني حرب من أكثر من 12 سنة تقريبا، هذه تضغط أكثر على الناس، فتجعل قدرة الناس داخليا في المجتمع الداخلي على أن تعطي أو تسد حاجات المحتاجين، لأن مثل هذه الظروف كما تعلمون يزداد عدد الفقراء والمتوسط ينزل إلى مستوى المكتفي، والغني ربما متوسط يقل الدخل غالبا. صحيح. وما يبذل في هذه الظروف. لذلك يعني تصبح الحياة ضاغطة. نحن نعلم مثلا في سوريا الأمم المتحدة قبل شهر وقليل أصدرت يعني بيان أنه حدود 12.5 مليون هم لا يعلمون أنه بعد الوجبة الأولى هل سيتناولون الوجبة الثانية أم لا. وهذا كله كان بفعل الحرب التي يعني طحنت سوريا، بفعل الحصار الظالم القاشم على سوريا الذي انعكس بكل مستويات الحياة. يعني ليس المادة الممنوعة من الدخول فقط هي التي يضغط بها على الناس، بل هذا يسري منظومة الوضع الاقتصادي الاجتماعي في أي بلد ترتبط ببعضها البعض. إذا منعت آلة معينة تدخل في شيء آخر ترتفع أسعاره. صحيح. منع الوقود يرتفع، إذا ضربت شبكات الكهرباء ترتفع الكلفة وما شابه ذلك. نعم. فكان 12.5 مليون يقولون أنهم لا يعلمون أنهم بعد الوجبة الأولى سيتناولون الثانية أم لا. و2.5 مليون مهددين بأن ينزلقوا إلى هذا المستوى. يعني في كارثة إنسانية كبيرة. صحيح. صحيح. ثم جاء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وقسم كبير يعني منطقة الشمال في سوريا أصابها أضرار كبيرة، محافظة حلب، محافظة اللاذقية، جبلة، محيط اللاذقية، الأرياف، حتى إلى حمص. يعني هناك أضرار كبيرة تركها الزلزال في الإنسان وفي البنيان. وصحيح أن هناك كان يعني هبة إنسانية عالمية في تبعات الزلزال في التقديمات إلى تركيا وإلى سوريا، وجدنا العالم يعطي البلدين الذين أصيبا بالزلزال بشكل جيد، والمستوى العربي والإسلامي كان له حضور لافت، وأكبر حضور وجدناه حقيقة كان حضور الإخوة في العراق. الأشقاء في العراق يعني قدموا ما لم يقدمه أحد، وربما فاق تقديمهم كل ما قدمته الدول كلها مجتمعة كما رأينا في الواقع. نزلنا عندنا حملة هناك، نقيم مركز إيواء، نساعد في الإيواء. أيضا ما جاءت من قوافل من العراق بفعل دعوة المرجعية العليا وهبة الشعب العراقي الذي يحفظ لأهله في سوريا، أنهم كانوا لسنوات طويلة يستضيفون الإخوة العراقيين وغيرهم. يعني القوافل لا تنقطع، مئات السيارات الكبيرة ترولا بسموها بالعامية عندنا، يعني 44 قدم مئات منها دخلت ولا زالت. يعني البارحة كان مثلا 122 سيارة دخلوا من العراق من العتبة العباسية. نعم. قبلها جاءت أيضا قافلة أخرى، المؤسسات الدينية الاجتماعية، سيد مالكي أرسل مثلا 34 سيارة، العتبة الحسينية أرسل، ولا زالت هذه يعني حتى أنه قوافل الخير، قوافل الخير والعطاء. الحقيقة هذا يعني أنا قلت سميته تسونامي من العطاء والفيض، وهذا يعني بلسم شيئا من الجراح. طبيعي. إلا أن سوريا يعني التي كانت لقبل الزلزال بيوم تعاني ما تعاني، والشعب السوري يعني يعاني، كل العالم يعلم ذلك، إلا أنه يعني ما كان يقدم قبل الزلزال وما جاء بعد الزلزال كأنهم كانوا منسيين. حرض الناس على العطاء والدفع، وهذا ما أوقع حقيقة أوقع المجتمع وحتى الدولة السورية بمشكلة صغيرة،
شكليا، وهي أنه متضرر الزلزال الذي يعني حصل طبيعي هو متضرر ومحتاج وينبغي مساعدته، ولكن متضرر زلزال الحرب التي شنت على سوريا لعشر سنوات أيضا محتاج. لذلك كان الأخوة المسؤولون يقولون نحن نشعر بحرج عندما ندخل إلى منطقة متضرري زلزال أن هناك متضررين بفعل الحرب بفعل الحصار، فنقول هذا نريد نعطيه هذا لا نريد، لا يمكننا، أنه بالنهاية هم أبناء بلدنا وشعبنا. صحيح. لذلك هذا يعني خفف قليلا، ولكن مع شهر رمضان مع يعني إطلالة شهر رمضان تبقى كما قلت كل الناس تتأمل الخير. نعم. وتتأمل العطاء الذي يكون منزوجا بعنصر المحبة، المحبة الصادقة النابعة من الإيمان، النابعة من شعور الإنسان بأخيه الإنسان. وكما تعلمون يعني القرآن الكريم حضنا على العطاء عموما، ولكن في شهر رمضان يتضاعف الأجر والثواب. نعم. كيف هي الأحوال يعني اليوم إذا نزلنا إلى الأسواق في سوريا، تحدثنا مع الناس مع العائلات مع قدوم شهر رمضان المبارك وعلى أبواب هذا الشهر الفضيل، كيف هي أحوال الناس؟ هل يعني اليوم بمقدورها أن تكون حاضرة لهذا الشهر الفضيل خصوصا من الناحية المادية وإلى ما شابه؟ في الحقيقة أن حال الناس يعني ضاغط جدا. السبب الرئيسي أن كل السلع في سوريا أغلى حتى من الدول المحيطة. نعم. السبب يعني الكلفة الزائدة التي يعني كما قلت ترتبط المنظومة ببعضها البعض. الآن عندما يقل الوقود يعني تصبح مشكلة في كل شيء، تكلفة النقل تصبح غالية، تكلفة التوليد الكهرباء غالية، تكلفة أي شيء تكون غالية، ولذلك هو الأسعار يعني الأسعار عموما هي أغلى من الدول المجاورة. حتى الدول المجاورة التي تعيش أوضاع طبيعية الأسعار فيها أغلى. الدخل بفعل انهيار الليرة والحرب الاقتصادية المستمرة، يعني نحن صحيح ربما الإخوة في لبنان يعني خلال مدة وجيزة انهارت الليرة بدرجة كبيرة، ولكن في سوريا هذا انهيار بقي مستمرا تدريجيا. يعني عندما يصل الليرة من 45 قبل الأزمة الدولار 45 إلى اليوم 7000 وقليلا فوق 7000، فهذا يعني شيء كبير. صحيح. كل يوم هناك درجة معينة يعني يضغط فيها الاقتصاد السوري، وطبيعي أن دخل الناس هو بالليرة السورية وليس بالدولار. وهذه مشكلة يعني الناس تعاني. لذلك نحن ننشد كل الطيبين الخيرين من الداخل أولا، لأننا أهل البيت أولى أن نعين بعضنا بعضا، وننشد الخيرين أن يمدوا يد العون لأهلهم يتذكروهم في شهر رمضان، يقدموا لهم ما يمكن أن يقدم. اليوم الأب يحتار بالغذاء فضلا عن يوم العيد، يعني الطفل الصغير لا يفهم أنه أنا والدي يعمل لا يعمل، دخله قليل دخله غير قليل، الطفل يريد حذاء عفوا يريد لباس يريد كذا. فهذه المسائل يعني التوجه لها. بعض الدول الإسلامية العربية التي يعني تعيش أوضاع جيدة جدا عليها أن تتحرك، يعني هم نحن نقول كلنا أمة واحدة عربية وأمة إسلامية، لا 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 يمكن أن يكون مقبولا بالمقياس الإسلامي أن دول تعيش فائض جدا من الترف والهدر ودول تفتقد إلى الحد الأدنى من أسباب المعيشة الضرورية. هذا ينبغي أن يكون تحرك رسمي من الدول تجاه دعم بعضها البعض. نعم. وليس قروض هبات. ومن الشعوب أيضا، وشعوبنا الإسلامية خيرة جدا، يعني نحن نعلم في كل الدول كما ينقلون بعض الإخوة مثلا أذكر في السعودية في غيرها أنه باص مسافرين يوقفه شخص في الطريق كم واحد 50 واحد يعطيه 50 وجبة إفطار. أنه يقدم. صحيح. يعني التآخي اليوم هو يجب أن يكون الوجبة الأساسية عملي بشكل يومي خصوصا على أبواب شهر رمضان المبارك. كمدير مكتب السيد فضل الله في سوريا إلى جانب يعني الجمعيات والجهات التي تدعم والأيادي الخيرة، إلى أي مدى يعني أنتم حاضرون لهذه السنة على أبواب شهر رمضان المبارك كالمعتاد لتقديم الأفضل والخير للناس في هذه الظروف الصعبة؟ كما كان سماحة السيد رحمه الله يكرر عبارة دائما، يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بما جاد الكرام نجود، نحن واسطة خير بين الباذل والمستحق، وعندنا طموح إن شاء الله أن يعني نهيئ من السلال ما يقرب من 1000 سلة غذائية عائلية تقدم للعوائل
أبعد عن إفطارات صائم أو غيرها. هذا أملنا إن شاء الله أن نتمكن من تهيئة هذه السلة. طبعا يعني يمكن أن تسند ببعض المعاناة، وهناك جهات أخرى أيضا تقدم جزاها الله خيرا جميعا. هذا ساحة من ساحات تعاون على البر والتقوى لنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني لا شك أنت يعني تلاحظ يعني حركة الجمعيات الخيرية في سوريا حاليا إلى جانب مؤسستكم الكريمة ومكتبكم الكريم، كيف تتآخى اليوم وتحاول أن يعني تؤازر الأهل على مختلف المناطق في سوريا مع حلول شهر رمضان المبارك؟ يعني عادة قديما كانت بعض الجمعيات تقول لا نريد لإنسان مستفيد أن يأخذ من هذه الجمعية ويأخذ من الثانية، لنتقاسم مثلا المستحقين. صحيح. اليوم كلامنا كلنا واحد، ليس هناك مشكلة أن يأخذ من الجميع، لأن كل ما نقدمه بالكاد يسد حاجة، لأنه بحاجة إليكم جميعا. نعم. جميعا، لذلك لا مشكلة أنه يعني يأخذ من هناك ويأخذ. نعم، ربما بعض الحالات تكون مكتفية، يكون هذا سوء استفادة، ونحن نعظ الناس نقول لهم يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا كان الله أمرنا أن ننفق في السراء والضراء، أنا إذا كنت بدي أخذ حصتي وحصة غيري لأعتبر ما أريد أن أخذه صدقة لهذا الآخر، لأعتبر الماء الذي أوفره صدقة للآخر، لأعتبر الكهرباء التي لا أهدرها صدقة للآخر، وإن كنت قادر أن أدفع ثمنها وأهدرها. هذا كثيرا ما نوجه له الناس. صحيح. يعني صحيح. أنه الفقير أيضا عنده باب للعطاء، وهو أن يؤثر غيره، يأخذ ما يكفي ويعطي غيره. أعبر بالعامية، إذا كان عندنا رغيفين خبز يكفيان اثنين، فكل واحد يشبع برغيف. إذا صحيح. كان نتقاسم. فقط رغيف نتقاسمه سويا، ولنا جميعا الأجر والثواب من الله. نعم، شيخ أدهم الخطيب مدير مكتب السيد فضل الله في سوريا، جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة في حلقتنا لي اليوم، وفقكم الله لكل الخير دائما، وأنتم طبعا رسل خير في هذا الإطار. أنا أكرر الشكر لكم على هذه الاستضافة، وأتوجه مرة أخرى بالمباركة والتهنئة بحلول شهر رمضان الذي يصادف أيضا هذه الأيام قرب عيد الأم الذي مضى. لأمهاتنا علينا حق كبير، الجنة تحت أقدامهن ورضا الله مقرون برضاهن. أسأل الله أن يحفظ أمهات الجميع، وأن يعيننا كأبناء أن نقوم بواجب البر بوالدينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. كل عام وأنت والجميع وجميع الأمهات وجميع المسلمين بألف خير، أيضا مع حلول شهر رمضان المبارك، وأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. الله يحفظكم. مع ألف سلام. مع ألف سلام. طبعا في سوريا الأزمات تتوالى على الإخوة السوريين في هذه الأوضاع الصعبة، مع الأزمات المعيشية والاقتصادية الصعبة. مستمعينا، على هذا الشهر الفضيل يعني يبارك سوريا وأهلها وجميع الدول الإسلامية ببركته، وخصوصا في أيامه المباركة. للمشاركة أكثر مستمعينا ومشاهدينا، ينضم إلينا الأستاذ عماد هاشم الخرساني كتاجر من العراق. أستاذ عماد، يسعد صباحك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. أستاذ عماد، يعني على أبواب شهر الخير، كيف التحضيرات لهذا الشهر الفضيل في العراق مع الأزمات المعيشية التي تعيشونها؟ ولا شك نحن نعرف جميعا يعني شهر رمضان المبارك له يعني نكهة خاصة، تحضيرات خاصة، كيف هي التحضيرات في ظل الأزمات التي نعيش؟ الحمد لله، إن شاء الله كل عام وانت بخير وجميع الأخوة المستمعين. الحقيقة رمضان في العراق حالنا حال بعض الدول العربية، لكن باستثناء أنه إحنا تحضيراتنا تبدي على وقت، وعندنا سفرة وتقدير لهذا الشهر الكريم بشكل خاص.
العراق رغم ظروفه بكل السنوات اللي مرت وانت سيد العارفين واحنا سابق حكينا وتناقشنا موضوع الشبه بين المعيشة داخل العراق والمعيشة في لبنان الحبيبة والمعاناة اللي عليها الفقير أولا الذي ازداد فقرا. أنا بتماس مع حياة المواطن تدري بقوته بحكم عملي كتاجر وتاجر بالمواد الغذائية حسب ما تعرف. نعم. له أنا بتماس مع المواطن في الوقت الحاضر وفي هذا رمضان للأسف الحقيقة صعوبة إيجاد قوت لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين بسبب عدم استقرار الدولار، تأخر تشكيل الحكومة، قلة فرص العمل، مشاريع متوقفة. فالمواطن الفقير ازداد فقرا، الطبقة الوسطى تقريبا في طريقها إلى المحو أو انمحت، بقت عندنا بس أصحاب رؤوس الأموال واللي علينا عليها علامات استفهام شلون صارت رؤوس أموالهم وشلون يتحكمون بمقدرات البلد. فهذا رمضان أنا كتاجر مواد غذائية شعبت بصعوبة بإيجاد وسيلة وقدرة شرائية عالية للمواطن البسيط لغرض يأخذ قوته ويحضر الشهر رمضان المبارك. إذن يعني ارتفاع الأسعار واضح منذ بداية الشهر الفضيل. نعم، احنا الآن نتيجة الحزمة اللي يصدرها البنك المركزي العراقي بتدخل من الفيدرالي الأمريكي حددوا سعر الصرف 1320 داخل المصارف، لكن هو بالحقيقة دي الباع 157 ألف عراقي ونص تعديل سلم رواتب الموظفين أيضا ساهم وتدري احنا عندنا 8 ملايين موظف معتمدين على الراتب هو والدولار في صعود مستمر، إضافة إلى ذلك قلة فرص العمل، عندنا عمالة أجنبية وصلت إلى 500 ألف عامل أجنبي مقابلة، تدري لو هذا مصنع ينفتح معمل ينفتح ممكن يأثر بشكل مباشر على معيشة المواطن باحتبار أنه أنت ولو ذول يمنعون هل 500 ألف إيد عاملة أجنبية ممكن تشغل بها عراقي تساعد على المعيشة. عندنا مدن صناعية واقفة بسبب عدم وجود الكهرباء، فنية أنه السعودية الشقيقة راح على أساس تتدخل وأكون مدينة صناعية في الفرات الأوسط في جنوب العراق، وعندنا الأخوان في الأردن على أساس يمدونا بالكهرباء المنطقة المدينة الصناعية في الأنبار. هاي ممكن إيجاد حلول وتشغيل أيادي عاملة عراقية، الاستثمار يوقف، السياسيين الملتهين بوضعهم تعزيز. يعني تصور أنت اليوم الموازنة من تشكيل الحكومة لحد هذا ولحد الآن ما مقرر. نعم. الموازنة نعم. من خلال عملك كتاجر عراقي أستاذ عماد، وجودك بمتاجرك باستقبال البضائع بارتفاع أسعارها عند يعني توالي الناس إلى المتاجر من خلال ما تسمعوا ما تشاهدوا، كيف عم يكون وضع الناس على الأرض؟ يعني تذمر الناس، كيف عم يكون وضعهم بشراء بعض البضائع؟ يعني يشترون بشيء قليل. اي طبعا على قد اليوم احنا قبل، يعني ليش قلت لك ان الطقوس خاصه لكن هاي السنه اختلفت. قبل يجيني الموظف ياخذ بالجمله يعني بالكارتون، اليوم ياخذ بالحبات يفرق له. يا يوم يعني قوته يومي صار، بينما المواطن العراقي واني واحد منهم من الروح ناخذ بالجمله كراتين، العصير كارتون،
الأشياء الأخرى كارتون، زيت الطعام كارتون، الآن اختفت هاي المسألة. نعم. اعتبار ماكو، الموظف هو هو، والفقير قلت لك زاد فقرا. وأنا يعني احنا ما أريد أني برنامجك ممتع، ولكن احنا هيك نماذج من السياسيين دخلاء السياسة يجرونا في أكثر من حديث ويخلونا نجي ونرجع لل... يا أخي الحكومات دمرت هاي الشعوب. يعني أنا في آخر سفرة إلى بيروت بكيت، والله بكيت، يعني الحمرة يسكر أكثر من مسجد شفته مسكر. نعم نعم، للأسف يعني الواقع الواقع مخيف اليوم، والتداعيات يعني لازالت مستمرة. كيف ممكن اليوم الأحبة والإخوة العراقيين يعني يكون في تآخي عندهم، يكون في مساعدات خيرية من خلال الجمعيات، من خلال أيادي الخير؟ كيف ممكن عم تعم المساعدات على أبواب شهر رمضان المبارك حتى الناس تقدر يعني تضبط أمورها في هذا الشهر الفضيل؟ أستاذ الكريم، أستاذ هادي الغالي، شكرا. يعني أنا تكون شهادتي مجروحة بالعراقيين كوناني واحد منهم واحتج بذلك. احنا اهل الكرم، يعني احنا في زمن الحصار وسفرتنا ممدودة. احنا هاي العملية عبرناها مع التآخي، والاخ يساعد اخوه، يعني انا اتصور التجار الاخوة اللي يتوضعون مني كوني تاجر جملة، كل تاجر سوى أكثر من سلة غذائية ويوزعها على المساجد، على الحسينيات، على الجمعيات. فهاي موجودة، وإحنا تدرون بينا يعني تعودنا على هاي المسائل. صحيح. يعني إحنا في الأزمات مرورا بالحصار، بالحرب، بالفترة الأخيرة بالوباء، أنا كنت يعني نطلع سيارات ونوزع إلى المواطنين، لأن ما يقدرون مثلا يتوضعون يطلعون، كان حظر تجوال. نعم. بمحرم، وأنتم تعرفون شي يصير بمحرم يعني. صحيح صحيح. في بعض المناسبات الدينية كذلك إحنا، فهذا الجانب إحنا كشعب أكو تلاحم وتواصل، لكن الحمد لله دي يأثر علينا هي يعني السياسيين ووضعهم، يدور مصلحته على حساب مصلحة الشعب. نعم. يعني ما زالت أعمال الخير موجودة، ولكن ليس بمقدور الجميع أن يساعد، وفي أشخاص يمكن كانوا يساعدوا سابقا اليوم هني بحاجة شخصيا لمساعدة. طبعا أكيد أكيد، هذا اللي كان عنده مثلا شغل يدر عليه اليوم توقف، أكو بوادر لأنه يرجع يشتغل، لكن يراد له وقف. احنا جانا الشهر واحنا في لب الأزمة، احنا لحد الآن سوق الدولار ما مستقر. يعني أنا حاليا بديت أعمل بالعراقي فقط، يعني ما أقدر أسيطر. نعم. وخليت البيع كله في العراق على مود أنه احنا نبتعد عن الدولار ونساعد الفقير أنه يجي. صحيح. يأخذ حاجته. صحيح، لأنه الوضع التعاطي بالدولار والشخص يتقاضى بالعملة العراقية هذا صعب جدا. أستاذ عماد هاشم. نعم نعم. أستاذ عماد هاشم الخرساني كتاجر عراقي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة من العراق، وعلى أبواب شهر الخير. كل عام وأنت وعائلتك وجميع الشعب العراقي أحبتنا مستمعينا مشاهدينا بألف خير وعافية، يعني على وعسى أن تكون الأحوال أفضل مع القادم من الأيام. كل عام وأنت والشعب اللبناني الجريح المظلوم الذي عانى ما عانى بكل خير، وإن شاء الله يا ربي تكونون بأحسن حال. إن شاء الله يا رب وياكم. يستحق إيش بحياة وياكم يا رب. لك مرة أخرى. شكرا لك، مع ألف سلامة، تحياتي لك، الله معك. تحياتي حسن الكادر القناة، وشكرا لحضرتك وممنون منك. أهلا بك، مع ألف سلامة.
إلى لبنان مستمعينا، والظروف للأسف صعبة، عم بتكون الأزمة متفاقمة خصوصا على أبواب شهر رمضان المبارك. لنحكي أكثر مستمعينا ومشاهدينا ونتشارك أكثر، تنضم لنا الأستاذة سهير النمر كناشطة اجتماعية من لبنان. أستاذة سهير يسعد أوقاتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد كل أوقاتك أستاذ هادي. عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية برحب فيك بحالتنا لليوم تحت عنوان على أبواب شهر الخير. كلبنانية كمواطنة بدنا نعتبر حالنا من كل المناطق اللبنانية لأنه مشكلتنا وحدة، أزمتنا وحدة. شو أحساسك على أبواب شهر الخير وشو هالجو اللي عم نعيشه وعم تعيشي كلبنانيين؟ صبحك بالخير أستاذ هادي، وبقول لك أنه الله سبحانه وتعالى أكرم من كل العالم، ونحن هلأ على أبواب هيدا الشهر. شو بدي خبرك؟ يعني بدي خبرك أنه الغلاء ما عاد غلاء عادي، صار غلاء فاحش، صار غلاء بني على تراكمات فساد وعم يطلع فشة خلقه كل شهر بشهره عنا نحن. فكيفنا هلأ نحن على أبواب شهر رحمة وشهر خير؟ رفعوا الأسعار صار له من قبل بجمعة على صعيد كل المناطق، كل المناطق عم تكلها. وصرت أنت كمواطن، أنت لبناني بتقبض باللبناني، بتقبض بعملتك الوطنية، صرت بتاخدهم بالكيس، هذا اللي بينبيع بالكيلو، بتجيبهم بكيس عادي، بتجيب غراضك. ما عاد الوضع طبيعي أبدا أبدا أبدا. يعني أنا من عبر منبرك بقول لك إنه بناشد كل العالم لا يعملوا شيء اسمه التكافل الاجتماعي، لحتى تقدر هالعالم تقدر تصوم وتقدر ما تغلط لا بحق حالة وتقول أنا ما بدي صوم، ولحتى ما تقول إنه أنا ماني قدراني بقى أجيب سحور على بيتي، لأنه حتى السحور صار مكلف وصحن الفتوش مكلف، لحتى عن جد العالم يمكن كفرت. من امبارح نحن بلشنا نعمل جولة على قصة البهارات، القلوبات يلي هاي بيحتاجها كل حدا. يعني تخيل انه مثلا مواطنين معبيلي ب50,000 بهار وحط لي بس وقية لوز، يعني العالم هيك عم تسكش حالة سكاجة. نعم. طيب كمواطنة لبنانية وكناشطة اجتماعية، والناشط الاجتماعي عادة بيكون عنده عين يعني واسعة على المجتمع، بيشوف، بيكون عنده الكثير من الرؤية تجاه المجتمع والأفراد وتصرفاتهم وسلوكياتهم. ونحن اليوم كيف عم نحضر لشهر رمضان المبارك بكمية جدا بسيطة بشكل يومي؟ كنا سابقا عنا طقوسنا للشهر الفضيل، عنا المائدة الخاصة بشهر رمضان المبارك سواء على الإفطار أو على السحور. كيف عم يكون الوضع لهذا العام؟ كيف اختفت فعلا هالتقاليد وصلنا نحن توجهنا لنمط معين لأنه يتماشى مع الأزمة اللي نحن عم نعيشها؟ ايه صح، نحن بلشنا يعني نحط خطة اسمها خطة التقشف، حتى ولو بدها تمشي بشهر رمضان. يعني بلا مؤاخذة كنا نعمل جات الفتوش لأربع أشخاص، كان يحس حاله الواحد عم يأكل بهيك ومرحرح. أكيد حناكل ومرحرحين الحمد لله، بس أنه بلشنا نحط حالنا بالجو بالعيالنا أولادنا كل أفراد الأسرة، أنه الجات هو منه جات الفتوش المعتاد اللي حتشوفوه، هو بياخد كل واحد كميته، وما عاد التنوع على السفرة. هو كنا نحن صحن البطاطا المقلي هو يومي، لا فنحن ما بقى نقليه هيدا كل يوم، هيدي شغلة من الشغلات. يمكن كان فيها دايما ورق عريش كبنية، هيدي كانت على طول مرات معجنات رقاقات، لأنه أسعار هيدي كتير صارت فاتحة، رقاقات بالجبنة، رقاقات باللحمة، هي كمان نحنا كتير اختصرناها ما بقى فينا نعملها. حطينا الأولاد بالأجواء وخصوصا الصوام يلي بيصوموا معنا، أولادنا بتصوم معنا، أنه لا هيدي الأشياء اختصرت. حتى بالسحور أنواع متعددة من الأجبان والألبان والمعجنات، حتى كمان هذا الشيء كمان اختصرناه ما بقى فينا، صرنا بنحط سفرة حواضر بما تيسر. لأنه الخبز هو المشكلة اللي كمان، أنك أنت اليوم بدك تفوت الخبز مش أقل من 200,000 وتفوت على بيتك خبز. صحيح صحيح للأسف. وما شابه الخبز من كعك ومن أمور يمكن الأطفال بيحتاجوها
ويعني كل أفراد العائلة بيحتاجوها لما عم تتواصلوا مع بعض كأمهات لبنانيات. سيدي سهير، نعم بتقديراتكم إلى ما هنالك، قد إيه الغصة عم تكون يمكن كبيرة؟ قد إيه يعني اليوم بدنا نتحايل على إفطارنا وسحورنا؟ قد إيه عم تتبادلوا يمكن الأفكار أكثر لحتى تقدروا خبراتكم تقدموها لبعض؟ لأنه فعلا الوضع صعب عم بيكون. ايه صراحة الوضع كتير صعب. نحن أنا في جروبات بيني وبين نشطاء تانيين ناشطات بكل أنحاء الوطن. في صبية معنا عم تبعت لنا مثل أكلات حلو بقلب البيت، حتى بعتت لنا كيف منحضر النسلة بحليب مكثف محلى بقلب البيت. وإيه وصراحة لقيناها شغلة كتير منيحة، هي بس ما بدها منا إلا جهد، إلا أنه نبذل جهد ووقوف على المجلة. بس ما بيأثر، ما في مشكلة طالما نحن مقتصدين ومانا قدرانين بقى نشتريها من برا، عم نحضرها بقلب بيوتنا، ما في مشكلة. فنحن حنلجأ لهيدي الطريقة. نعم، يعني الواحد أكيد بده يظبط حاله بهالوضع الصعب. إن شاء الله بنعاد عليكم وعلى الجميع، كل الأمهات اللبنانيات واللبنانيين، يعني كل أفراد العائلة بلبنان، ويكون رمضان كريم على الجميع بعيدا عن هذه الظروف الصعبة المقيتة اللي عم نعيشها على أبواب شهر الخير. سيدي سهير النمر، كناشطة اجتماعية من لبنان، شكرا لك وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، وأنت مع ألف سلام. عليكم. الله معك. الله معك. الله الله معك. معك. باي باي. ضمن الأجواء الخاصة على أبواب شهر الخير مستمعينا، بيبقى التآخي والتكافل الاجتماعي هو الأساسي بحياتنا كلبنانيين وكدول إسلامية وعربية. بتمد إيديها لبعضها، بتتبادل يمكن أطباق الأطعمة، تتبادل أي شيء ممكن يفيد الأشخاص الآخرين، خصوصا إذا محتاجينه بهيك شهر فضيل حنعيش بركاته. وطبعا المساعدة الناس لبعضها هي من أساسيات هذا الشهر الفضيل. لا نحكي أكثر عن التكافل الاجتماعي سواء فرديا أو جماعيا. بتنضم لنا الأستاذة نيفين خالد، مسؤولة العلاقات العامة بجمعية بنين الخيرية في لبنان. أستاذة نيفين، يسعد أوقاتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. مرسي، صباحك استاذ، كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله. طبعا برحب فيك عبر اثير اذاعه البشائر وعبر شاشه قناه الايمان الفضائي ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رايك بهمنا. حلقتنا لليوم تحت عنوان على ابواب شهر الخير، وحضرتك مسؤوله العلاقات العامه بجمعيه بنين الخيريه بلبنان، كيف تحضيراتكم على أبواب شهر الخير ومبادراتكم المعتادة في لبنان في كافة المناطق اللبنانية اللي تنوعت وتعددت وخصوصا بشهر رمضان المبارك؟ مثل ما بتعرف حضرتك، نحن مبادرة 10452 هيدا بلشنا فيها من 4 سنين. نعم. من 2020، يعني هيدا إن شاء الله نحن ربع سنة بنقوم بهيدي المبادرة. هيدي المبادرة صراحة سميناها 10452 على امتداد لبنان، تتكون عن جد عابرة للطوايف، عابرة للمناطق. فإن شاء الله بخلال شهر رمضان وعيد الفطح هنكون عم نوزع 10452 حصة غذائية. مثل ما بتعرف حضرتك، يعني هالأوضاع عن جد كتير صعبة، يعني نحن عايشين عن جد وضع مأساوي للأسف الشديد. بس نحن بجمعية بنين يعني دايما من آمن أنه لأ، بعد في أمل،
بعد في عن جد أيادي بيضاء وأهل الخير اللي دايما بيوقفوا حدنا، وإن شاء الله هلأ كمان بهذا الشهر الفضيل حيوقفوا حدنا. نعم، كيف تحضيراتكم لهذه الحملة اللي أطلقتوها وطبعا عم تحاولوا تدعموها أكثر حتى توصل لكل المواطنين اللبنانيين، اللي هي تعتبر يعني شاملة وكاملة على كافة المناطق اللبنانية، وطبعا أكيد في هبة كبيرة إلى هذا العام تبعا للظروف الصعبة اللي عم نعيشها كلبنانيين؟ صح، نحن بحوالي الأسبوع أطلقنا مؤتمر بالموفنبيك. هذا المؤتمر كان فيه عن جد حشد من شركات اللي هن داعمين لجمعية بنين وهن شركة بهيدي الحملة. أطلقناها بحضور الشاعر نثار فرانكيس وبحضور الشركات مثل ما خبرت حضرتك. ونحن أطلقنا هيدي الحملة لحتى ندعي كل الشركات، أي شركة هي حتى تكون واقفة معنا. هون كمان من خلال إذاعتك أنا بدي أتوجه للشركات اللي هن حابين يكونوا عم بيساهموا ولو حتى بمبلغ رمز أو بسيط. تعرف أنت مبلغ فوق مبلغ بجمع. صحيح. يعني ممكن إذا محل لو حتى صغير أو شركة أو مؤسسة حابين يكونوا عم بحطوا مثلا percentage نسبة على الفاتورة، أو حتى مثلا قيمة مبلغ ممكن يكون 10,000 ممكن يكون 20,000. تعرف أنت يعني بهيدا الوضع 20,000 ما بت بحاجة لكل شيء أكيد. صح 100%، بس مبلغ فوق مبلغ بجمع. صحيح. حتى الشركات اللي هي ما بدها تكون عم تحط مثلا برسنتج على الفاتورة أو حتى مبلغ فيها تحط، عندها صندوق إحنا عنا إجي مكتوب عليها بنين والستيكر تبع 10,452 فين يكون عم بحطوا هذا الصندوق على الكاش عندهم. أي حدا حابب يتبرع، أي حدا حابب يتبرع يعني بيفتحوا للزبائن باب التبرع. هلا نحن كمان اليوم في عنا 30 كمان من يعني بحب هلا كمان اتوجه للمغتربين اللي هن دائما عن جد بيوقفوا حد بنين وبيوقفوا حد لبنان بهالظروف الصعبه، بيوقفوا حدنا. نحن 30 على الساعه 6 الا للسبعة الا هو مدته ساعه، حيكون على قناة الجديد. حنفتح باب التبرع، أي شخص أي شركة أي مؤسسة أي فرد ب$50 $20 $10 لو دولار واحد، هذا المبلغ إن شاء الله بنقدر نحن نجمعه. نعم، اليوم مثل ما بنعرف هيدي الحملة 10,452 هي من الحملة الأولى من سنة لسنة بتعملوها، شو خصوصية هيدي الحملة؟ أدي تحدياتها كبيرة لهذا العام خصوصا السنة على أبواب شهر الخير، الصعوبات عم تكون كبيرة لدى اللبنانيين والمفاجآت عم تكون للأسف من يوم لآخر مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مع ذوبان رواتب الناس، عدد كبير من اللبنانيين عاطل عن العمل، حتى لو اشتغل هو مش قادر يعمل شيء، المسؤوليات كبيرة. وطبعا بنين عم تحاول تكون بمشاريعها بمبادراتها الخير ديما المتنوعة إلى جانب اللبنانيين، شو النكهة الخاصة وأدي تحدياتها كبيرة هذه الحملة لهذه السنة؟ بالنسبة لو نحن بتعرف أنت يعني للأسف طلوع الدولار والعملة يعني عم تكون عم تدهور العملة اللبنانية. صحيح. نحن حريصين أنه عن جد العيال اللي نحن بدنا نساعدهم ما نكون عم نظلمهم، فمش هيك نحن أخذنا مبادرة أنه نحن ما نوزع حصص غذائية يعني صندوق، لا نوزع فاوتشر، نوزع بون. نعم. قيمته $20 بالدولار لحتى ما نظلم العائلة، لأنه يمكن نعطيها اليوم مثلا إذا كانت بالعملة اللبنانية يمكن تروح بكرة بدها تصرفه بالسوبر ماركت تتفاجأ ما يجيب شيء. صح 100%، فنحن أخذنا مبادرة لا $20 قيمة الحصة الغذائية. يعني هيدا الجديد عن الحملات السابقة اللي هي كانت صناديق حصص غذائية، السنة حتكون عبارة عن بونات بالدولار من يعني مؤسسات تجارية معينة. صح. هلا نحن هديك السنة كمان وزعنا فاوتشر، كمان بدي خبرك شغلة، إذا منفكر فيها بطريقة يعني الإكسبنسز النفقات، طب مثلا الصندوق حقه دولار. صحيح. بدك تود هيدا الصندوق استيكرز اللي على الصندوق كمان مكلفة، توضيب الصندوق، نقل اليوم المحروقات كتير غالية. صح. عم تكون فكرة ذكية يمكن البنات. صح. وأسرع وأسهل كمان يعني العائلة ممكن تكون هي إنه محرجة إنه تكون ماسكة صندوق أو إنه هي فايتة فيها على المنطقة، مش حلوة. صحيح. حلوة لا فاوتشر بتروح هي، حتى كمان ما بدنا نحدد له للعائلة إنه نحن بس رز وعدس ومعلبات، تشتري اللي هي بدها اياه، تشتري اللي هي بدها اياه، لبنة شوكولا هي اللي عم جد اللي حابة تكون عم تشتري هي تكون حرة
تشري اللبن. نعم، أي متى حتباشروا بالتوزيع؟ مع بداية شهر رمضان المبارك أو أنه محددين وقت معين؟ كونكم أطلقتوا المؤتمر الخاص بهذه الحملة. صح، نحن أوريدي أطلقنا، ونحن أصلاً يعني مبلشين مع شركات، عم يكون في علاقات معهم لحتى يكونوا هنا عم بحطوا برسنتج على الفاتورة، وعم نتلقى تبرعات. إن شاء الله إن شاء الله حنكون نحن عم نوزع بأول نيسان، لنكون نحن جمعنا المبلغ، جمعنا التبرعات، ومنبلش إن شاء الله. يعني تقريباً بعد مضي الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وبتحاولوا تطلقوا بشكل فعلي على الأرض توزيع هذه الحملة، قديه تهافت؟ إن شاء الله يمكن اليوم نحن 30، يعني إن شاء الله يا رب يكون عن جد هيك ناجح ونجمع مبلغ. يا كل ما زادت التبرعات كل ما بتوزعوا على بكير أكثر. هيدا المهم، لأنه للأسف كله بيخضع للماديات، واليوم الناس قديه عم تتهافت يعني الناس اللي عندكم بيتواصلوا معكم، خصوصا اللي عرفوا بالحملة، لأنه بالنهاية شهر رمضان هو شهر كريم والناس وضع عم بيكون صعب. سيزي نيفين، صراحة مثل ما خبرت حضرتك عن جد، يعني نحن أطلقنا هيدا الحملة من قبل، حتى قبل المؤتمر العالم هي بتعرف إنه بنين كل سنة بتعمل موعودة بالحملة 100%. فكانوا من قبل عم بيزورونا بفروعتنا بكل لبنان، يعني بيروت، سور، نباتية، بعلبك، طرابلس، كاسليك، عم بيزوروا كل الفروع وعم بيعبوا الملف كرمال الحصة الغذائية. وحتى على التليفونات احنا كمان عم نستقبل كل العيال اللي حابين يعبوا ملفات. فقال يعني للأسف الشديد بهذا الوضع الاقتصادي بتلاقي أستاذ أنه عن جد العالم كله بحاجة. عن جد العالم كله بحاجة، يعني نحن حنكون عم نوزع مثلا 10,452 حصة غذائية، بس الحاجة أكبر من أكبر هيك. بكتير عدد أكيد المحتاجين أكثر من هيك بكتير، يعني من وكبكن أكثر من هيك لنكون عم نوزع لعدد أكبر من وكبكن منذ بداية بنين هذه الجمعية اللي بلشت كتير صغيرة عم تكبر، وسعت أجنحتها لكافة المناطق اللبنانية على تنوع الحملات والمبادرات اللي بتقوموا فيها على مدار السنة. لا شك أنتوا أمل كبير لكثر من اللبنانيين، أكسجين لإلهم بزمن الشح، بزمن الأزمات الصعبة. الله يقويكم دايما، الفريق العامل بهذه الجمعية كمتطوعين، كإداريين، كقيمين على هذه الجمعية. وأكيد بتشكرك أستاذ نيفين خالد كمسؤولة العلاقات العامة بجمعية بنين الخيرية في لبنان لكل شيء عم تقوموا فيه، لكل أيد عم تنمد من قبلكم لفقراء لبنان، العائلات المتعففة الميسورة، إلى جانب الكثير الكثير من المبادرات اللي عم تقوموا فيها من ناحية العلاجات، المستشفيات، الأدوية الطبية، وإلى جانب يعني الكثير أيضا من الطاقة الشمسية اللي عم تركبوها بكافة المناطق اللبنانية، واللي هي عم تنقذ عائلات وعائلات لناحية الكهرباء ولناحية المياه، إلى جانب الكثير من ما تقومون به. إن شاء الله كل رمضان وأنتم بألف خير، والبركة تحل عليكم أكثر، لأنه فعلا لهالقد بيكون قلبه كبير وبيسع ناس وبيسع محتاجين. رب العالمين بيكبر قلبه أكثر مع الوقت لحتى يصير قادر أكثر، مستطيع أكثر أنه يساعد أكثر. نهارك سعيد ومبارك، وكل عام وأنتم بألف خير وعطاء. ميرسي. أنا صراحة أول شيء بدي أتشكر حضرتك، بدي أتشكر إذاعة البشائر، لأنه دايما عن جد بيوقفوا حد بنين وبيضووا على بنين وأعمالها الإنسانية والاجتماعية اللي هي عن جد عم توقف حد العالم المحتاجة بهالوضع الاقتصادي الصعب المأساوي. فيعطيكم ألف عافية لألك وللفريق كله، الله يقويكم والله يعطيكم العافية والنشاط، وتضلكم بهيدا الهمة. وبدي عايدك وعايد المشاهدين، وإن شاء الله يكون عن جد هيدا الشهر شهر خير وبركة وهيك، يعني تحل السعادة ونرجع هيك لأيام لرمضان اللي كنا عم نعيشه سابقا. وأكيد بيشرفنا دايما أنه نواكب كافة الجمعيات ومصادر الخير والأيادي اللي الخيرة اللي هي عم تنمد للناس بكافة المناطق اللبنانية. الله يكون معكم، نهارك سعيد ومبارك، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا. مع ألف سلامة، الله معك.
على أبواب شهر الخير، أيدينا لازم تكون ممتدة لبعضنا مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدين عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية، حتى يكون رمضان بمعناه الحقيقي وبقيمه الحقيقية دائما. بشكركم جميعا على متابعتكم لحلقة اليوم، بشكر الزملاء علي هزيمي من الإخراج الإذاعي والبشير من الإخراج التلفزيوني، وتحياتي دائما لكم هادم كنا إعدادا وتقديما. أطيب المنى، كل عام وأنتم بألف خير وعافية.